اهلا بيك يا سمر، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اولا قبل اي حاجه، انا زعلانه من حضراتكم جدا، ليه؟ عشان خاطر اليومين اللي فاتوا دول كنت بحاول اتصل بيكم كتير جدا، الله ما نزل. كانش في مكالمات. احنا بنعتذر يا سمر، وانا لسه بقول لابو معاذ يعني ضغط البرنامج فعلا وضيق الوقت كان بيمنعونا، بس هنحاول في كل حلقه نخصص لكم وقت، بس انتوا كمان ساعدونا شويه بسرعه. طب ماشي يا كابتن. تاني حاجه بقى، المفروض تراعوا يعني ان في بني ادمين بنات، يعني كل المكالمات رجاله، طيب واحنا كمان عايزين نتكلم. طيب واحنا هنعرفها يعني ازاي؟ احنا نعرف ازاي؟ اعملوا خط للبنات وخط للولاد. طيب طيب دي كوتة بقى، هنقسمها كوتة بقى. ماشي. اولا يا كابتن، انا بس حابه اشكر حضراتكم على البرنامج دوت. تاني حاجه، ربنا طبعا يوفق كابتن عبد الله في المنتخب، بس حابة اقول له بس كلمة صغيرة كده. من مشجعة أهلاوية، اللي بيخسر جمهور الأهلي بيخسر حاجات كتير قوي، ودي أكبر حاجة. هو دلوقتي بقى بالنسبة لنا كان اللاعب رقم 19، ما بقاش في حاجة اسمها عبد الله ولا خد لي شقة جنبك. خلينا نتجاوز المرحلة دي يا سمر. وحابة برضه أقول له، معلش أنا آسفة يا كابتن، حابة أقول له كلمة أخيرة، اللي باعنا خسر دلعنا. حاجة تانية غير كده. طيب بس احب اشكر حضرتك على المنتخب، وربنا يا رب يوفق المنتخب. واهم حاجة الاهلي افريقيا السنة دي، يا ريت يا كابتن توصل للعيبة الكلام دوت، يجيبوا لنا افريقيا السنة دي. انا كلمت حضرتك قبل كده كتير، وبرضه بطلب من حضرتك ان انت تقول لهم افريقيا. يعني هم متأكد؟ انا بقى اهو على الهوا اهو، خلي بالكوا سمر عايزة افريقيا. ابوس ايديكوا افريقيا. طيب عليكم، انا هتشل بس لا 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 لا، ولا تشلي بعد شر عليكي ان شاء الله. باذن الله سمر تشوفي افريقيا. لكن انا كمان عايز اقول خلاص بالراحه شويه بقى في موضوع عبد الله ده، خليه عبد الله يركز مع المنتخب وباذن الله غصب عننا. معلش يا ستي، حصل خير. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، قيم التسامح اعلى ما في الرياضه، وانا في التسامح هنا مش معنى كده. جمهور الاهلي، انت خسرت جمهور الاهلي، رحت مضيت. عارف حضرتك لو هو ما كانش راح مضى للزمالك كانت تبقى فيها كلام تاني خالص. لا، هو لو كان مضى للزمالك وقال كانت تفرق كتير، كانت تفرق معانا احنا. انما انت رايح تنزل الزمالك من ورانا، ومستشار مرتضى منصور جاي يقول ده احنا موقفين 8 بودي جاردات قدام النادي عشان خاطر يا ستي. ما هو اول مره اشوف واحد يخطف ولاده، يعني دي حاجه غريبه. هنخطف لعيب من عندنا؟ ده انتوا اللي خاطفينه. وشوف لو بصينا للصوره بتاعت عبد الله السعيد مع الزمالك، وبصينا للصوره بتاعت كانه واحد رجع له روحه تاني، رديت له روحه تاني وهو بيمضي. انهي الصوره اللي هي بمليون جنيه؟ ب 40 مليون مش كده؟ ايوه الصوره هي. انا اخويا حضرتك اغلى صوره في التاريخ. النهار والله يعني عشان ما اكذبش. شكرا. صورت عبد الله السعيد ب 40 مليون برضه ما خدتوش افريقيا يعني. شكرا شكرا يا سمر.